دونك كاين ناس عندهم سنوات ما خلصوش ويزيد لهم ما صرحوش، يسمى عندهم غرامات تاخير وعندهم زياده تاخير كبيره تنهك العاتق تاعهم، تخليهم ما يجوش يسووا الوضعيه تاعهم، خطراش يكون لحساب كبير. ارتأى رئيس الجمهوريه ان يخفف الاعباء هذه على هذو الناس، دار امر رئاسي رقم 21/12 مؤرخ في 25 أوت 21. وش يقول هذا الامر الرئاسي؟ يقول على الناس هذو اللي عندهم دي روتار دو بايمون ومسوا فاوش الاشتراكات نتاعهم ولا ما صرحوش بالنشاط تاعهم، يجوا يتقربوا من الصندوق نتاعنا ويستفادوا من ليفراسمون، يعني المسح الكامل لغرامات وزياده التاخير بشرط يخلص الاشتراكات الرئيسي. هنا عنده الخيار، يحب يجي يخلص اللي عنده دراهم حقهم، حق السنوات اللي نسالهم يخلصهم كاش، نعطوه لا ميزاجور ونفاسيولو في دقيقتها غرامات وزياده التاخير. ما يقدرش يجي يدير جدول بالتقسيط، خلص جدول ويحترمه يتفاساو الغرامات وزياده التاخير كليا. التعديلات هذه اللي دارها رئيس الجمهوريه اللي خصصها بها الكازنوس، انه كيما قلنا البيناليتي تاعها اللي كانت مضرحه شويه التجار وهذاك، ولات كيما قلنا البيناليتي هذيك عائق على التاجر. كي نحاها الاجراءات هذه الجديده تشجع التاجر وتشجع المواطن اللي كان هذاك باه يروح يسجلها ان شاء الله، يسلكها ان شاء الله يشير يشجعوا ويروح يسلكوا مادام داروا لهم لافونتاج هذا تاع لي روتار، الجماعه راح تشجع تولي تسلك. انا بيرسونالمون سا مي في بليزير اي سا مارانج، ديجا عندي ان روتار دو 30000 دينار نحاوها لي صافي بيان كوا. هذه حاجه مليحه كي داروا نحاول البينالتي دو روتار، خاطر كامل الناس تيفيتي هذه تتهرب من البينالتي دو روتار. وكاين حاجه وصي ثاني، ينقسموا لو طو تاع البورسونتاج هذا، باسكو تشوفي المو دو في وتشوفي الغلا وتشوفي التجاره تعاني، التجاره حابسه، راهي دول وحابسه، ماشي غير دوله وحبست.